جيد. راح نستقبله في وهران. في وهران طبعا. احنا عندنا جزر حبيباس محميه طبيعيه عالميه. قمنا المحطة وهران قامت بتنظيف حملة تنظيف جزر حبيباز. نروح تاني كذلك للتيبازا. تيبازا راهي كاينة، كاين مشروع سبوكي البارح طرقت ليه الوزيرة دشناتو على مستوى الصابلات. هذا سبوكي وش معناتها؟ يصبح مشروع بيئي محض سبوكي، واليوم راح ينطلق في شاطئ شينوا. هذا سبوكي بيتي بازا. هذا المشروع سبوكي كما ذكرت هو مشروع بيئي اقتصادي تربوي تثقيفي. شكون اللي راهم معنا؟ الجمعية هي قوافل الخير. داكور، بينيفولا يعني. جيد، هي المجتمع المدني. هذا سبوكي وش يعني؟ يعني باللي احنا الجمهور المستهدف نتاعنا هو الاطفال، باش يتربوا نعطوهم سلوكات بيئيه يتربوا عليها في المستقبل ان شاء الله. هذا المشروع كما ذكرت الاعادات نتاعو هي وش هي؟ لموا النفايات البلاستيكيه اللي هي مضرة. هي المضرة، هو ما تتحللش في الطبيعة، ما تتحللش، تقعد 450 سنة، تقعد 350 سنة وما تتحللش. هي العدو التنمي نتاع لا بيوديفيرسيتي، التنوع البيولوجي البحري. صح مع الأسف. نعاود نولو تسمى هذا البروجي احنا درناه باش يعاون الايتام والارامل. الاعادات نتاعو رايحه، علاش قلت لك بيئي اجتماعي اقتصادي يعني كامل كامل ملم كاع بالجوانب. يعاود تعاود تولي له هذه الاعادات، تعاود تولي باش يعاودوا المصالح الايتام والارامل. ممتاز.